احتفلت وزارة الداخلية بعيد الشرطة 70 بمشاركة المواطنين في الشوارع والميادين. قام رجال الشرطة بتوزيع الهدايا والورود وكتيبات إرشادية على المواطنين الذين قدموا التهنئة لرجال الشرطة على جهودهم وتضحياتهم في سبيل الوطن. مظاهر الفرحة والبهجة هي الأجواء التي سيطرت على الشارع المصري في ذكرى عيد الشرطة 70 بعد نزول رجال الشرطة وسط المواطنين للاحتفاء معهم بذكرى التضحية والبطولة المخلدة في الذاكرة التاريخية للوطن، حيث تلقوا التهنئة من المواطنين والإشادة ببطولاتهم وجهودهم لتحقيق الأمن والاستقرار. كل سنة وانتم طيبين يا فندم. كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وانتم طيبين. ربنا يبارك فيهم، ربنا يبارك فيهم ويقويهم وينصرهم يا رب بإذن الله ويحافظ عليهم. كل سنة وانتم طيبين. ويحافظ عليهم بإذن الله. شكرا جزيلا. كل سنة وانتم طيبين وعيد شرطة جديد وسعيد عليكم إن شاء الله. ربنا يحفظ مصر ويحفظ أهلها ويحفظ شعبها إن شاء الله من كل سوء. ويعود علينا وعليكم بخير وتكونوا كده يعني أو نكون إحنا قد تضحياتكم. الورود والهدايا التذكارية أهداها رجال الشرطة للمواطنين في الشوارع والميادين في كافة المحافظات، وتقدير من الشعب المصري لرجال يضحون من أجل وطنهم ويسهرون على حمايته، فهذا عيد كل المصريين. بحافلات مكشوفة تجوب الشوارع والميادين تحتضن بعضها القادرون باختلاف. كانت هذه صورة أخرى من صور الاحتفال بعيد الشرطة بعد أن امتزج رجال الشرطة وسط جموع المواطنين تأكيداً على التلاحم بين الشرطة والشعب. مبسوط جداً وسعيد اللي أنا موجود معاهم النهاردة، ومبسوط اللي أنا يعني مع كل إخواتي وسعيد جدا بالفسحة الجميلة دي. كل سنة وهم طيبين وهم فعلا يعني يستاهلوا ده لأن هم بيحبوا بلدهم وهم عايزين بلدهم تبقى أحسن بلد في الدنيا. أنا فرحانة جدا جدا، إحنا في يعني إحنا بنزور الشرطة وكل حاجة، بس أنا مرة اللي فاتت زرت القرية الحربية أكاديمية الشرطة وكل حاجة، فأنا النهاردة إن شاء الله يعني أنا مبسوطة جدا أنا في عيد الشرطة إن شاء الله. كما تم توزيع مطويات تتضمن توعية بمخاطر المخدرات وآثارها السلبية على المجتمع، وأرقام هواتف للمساعدة وتلقي البلاغات والشكاوى في هذا الإطار. وقد شهدت الاحتفالات توزيع كتيبات تحت عنوان القاهرة لا تتوقف، تتضمن كافة الطرق والمحاور بالقاهرة تساعد المواطنين على معرفة الاتجاهات في ظل منظومة الطرق والكباري المستحدثة. طبعا الكباري الكتيرة والمحاور الكتيرة اللي موجودة بتسأل علينا حاجات كتير قوي قوي قوي، وهي خطة جميلة الدولة بتنفذها وبتشارك فيها الداخلية، فاحنا بنشكركم وبنقول لكم كل سنة طيبين ودايما كده معانا ودايما مع المواطن المصري. نشكر سيادة الرئيس على الطرق والمحاور اللي سهلت كتير واللي عملت سيولة مرورية في البلد واضحة طبعاً وملموسة جداً، ونشكر وزارة الداخلية على الكتيب اللي وضح لنا الحاجات كتير. الاحتفالات امتدت إلى المتحف المصري بالتحرير. فرق موسيقات الشرطة استقبلت السائحين بمعزوفات وطنية مصاحب لها توزيع الورود تحية لزوار مصر، وهو ما أضفى جوا من الفرحة والبهجة على الجميع. الفرحة هي فرحة المصريين بشرطة قوية قادرة على حمايتهم، مستعدة للتضحية من أجل وطنها ومواطنيها. فذكرى عيد الشرطة هو تأكيد على معاني تلك التضحية. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.